سباك الزقازيق المميز تحدى مرضه النادر وبقى أشطر واحد في مجاله، أحمد أسامة أو المميز كما لقبه البعض، تحدى مرضه وتحدى التنمر وبقى أشطر واحد في السباكة في الزقازيق. تعالوا نشوف قصته. أهلا بيك يا أحمد، أهلا وسهلا بحضرتك. عامل إيه؟ كل سنة وأنت طيب. حضرتك طيبة. إيه أخبارك؟ الحمد لله والله. إحنا النهاردة قصرنا نصور معاك لأن أنا لقيت عندك طاقة إيجابية جميلة جدا، واحنا عايزين نوصل ده للناس. عرفنا بيك يا احمد بس كده الاول. احمد اسامه حضرتك من قريه اسمها كفر الحجازي طبعا متغمر، تمام. بس انا طبعا بس انت هنا من بحب انا بعشق الزقازيق، بعشق الشرقيه، تمام. الحمد لله على الناس جميله، وانا متربي هنا في وسط حي الزهور. واول ما اشتغلت والدي جابني الاول. تحياتي لوالدي، والدي وقف جنبي، ووالدتي واهلي هم كل اللي ادوني الطاقه الايجابيه لحد لما انا وصلت المكان ده. طب قول لنا بس يا احمد بقى الاول، انت مرضك ده عباره عن ايه برضه عشان الناس مرضي ده عباره عن مرض جلدي. مرض جلدي الحمد لله هو حميد، بس مأثر عليا في زي ما انت شايفين في الجلد بسبب ضعف المناعه، وانا الشمس غلط عليا. كل الدكاتره اللي رحت لها ما خليتش دكاتره، ما رحتش لها، كل الدكاتره قالوا لي ابعد عن الشمس، ابعد عن الشمس، واقي شمس، واقي شمس كل ساعتين. بس انا لسبب حضرتك الظروف، الشغل، الدنيا، في الدنيا انا ارزاقي على الله. انت شغال سباك طبعا؟ انت انا شغال سباك، هو اللي شغال سباك، هو ده محل، ده المحل بتاعك. والدي اللي عمل لي المحل ده. ان شاء الله ده حلم، ان شاء الله ان انا اوصل المحل ده الى معرض اتوسع فيه. ان شاء الله، ان شاء الله هتني ورا حلمي لحد ما انجح. ان شاء الله لحد ما انجح ان شاء الله، لان ربنا خلقنا وعلينا اسعى، وانا معاك، تمام حضرتك. وعايز اقول لكل الناس لحظه، علشان انا انت يا احمد الدكاتره منعينك طبعا انت تطلع في الشمس، واوقات بيجي لك طبعا شغل وفي الشمس وبتطلع عادي. بطلع عادي في الشمس، علشان خاطر الشغل وخاطر محلي وكده. ف اتعرضت للتنمر يا احمد؟ كتير. احكي لنا بقى، كنت بتقابل ده ازاي؟ اتعرضت للتنمر كتير، اللي خلاني الناس طبعا مش فاهمه طبيعه المرض اللي عندك، ما يعرفوش اذا كان ده معدي ولا مش معدي، فهم انا ما بزعلش من بنت صغيره او شاب صغير او حد مش فاهم اللي فيها ده، ان هو بتاع يعني الشباب الصغيره ما بزعلش منها. اولا ما بزعلش من اي حد صغير، انا بزعل من الناس الكبيره، الام، الاب، الراجل اللي عارف اللي فيها ده بتاع ربنا، ده اللي انا بزعل منه. انما بنت تكش مني، شاب تكش مني صغير، ما بزعلش منه، لان انا عارف اللي فيها ده بتاع ربنا، وربنا انا مؤمن بقضاء ربنا ليا، وبحمد ربنا عليه، وعارف ان اللي فيها ده فضل ونعمه من ربنا، وربنا له حكمه في كده. وعمري ما عجلت من الشيء كتب الله لي، الحمد لله. انما التنمر بتعرض له كتير، بس انا اللي مخليني عايش وسط الناس ان انا بدعم نفسي طاقه ايجابيه. لما في حد بيزعلني او في حاجه بتزعلني، بشوف الحاجه اللي بتفرحني فين واروح لها، وانسى الحاجه اللي زعلتني خالص. مثلا موقف، احاول ان انا اشوف حاجه اللي تفرحني فين واروح لها. بالنسبه للتنمر، بالنسبه للتنمر كتير، بس علشان انا واثق في ربنا ونيتي في الله كبيره، وحسن نيتي في الله كبيره جدا، ربنا بيريح قلبي مهما بيحصل معايا مواقف كتير صعبه. بس انا عشان ماشي بمبدا خير الناس انفعهم للناس، واللي بقدر عليه والله بعمله، وانا ماشي وفي شغلي الحمد لله بساعد اي حد اللي اقدر عليه. وعايز اقول لاي حد، ما تبخلش على اي حاجه، ما تبقلش على اي حد في اي حاجه، في اي خدمه. في اي خدمه. مين اللي سماك المميز يا احمد؟ الناس ولا اللي سماني المميز؟ بسبب منشوراتي على الفيسبوك، الناس اللي على الفيسبوك نزل صوره ليا، اقول عليها كابشن حلو، كلام حلو، الناس اطلقوا عليا انت مميز بضحكتك وابتسامتك.
انت مميز فعلا يا احمد. الحمد لله يعني، والناس اطلقوا عليا المميز، فانا رحت عامل خلاص. لا ومميز في شغلك كمان، انا شفت الناس بيشكروا بيقولوا انت سباك شاطر جدا. الحمد لله، فعملت قناه اسمها المميز على فيسبوك، دي عن الطاقه الايجابيه، وعامل قناه عن الطاقه الايجابيه. دي جات لك منين الفكره دي؟ طبعا اكيد لما تعرضت للتنمر. لما تعرضت، انا بالنسبه لي انا لما تعرضت للتنمر انا ما كنتش، لان انا مؤمن بالله وعارف ان في ده فضل ونعمه من ربنا ومقتنع بيه، وعارف ان المرض في العقل اللي بيتنمر عليا ده هو اللي مريض. كل الدنيا فيها تنمر، كل الدنيا فيها سوء معامله، بس الناس اللي زي حالاتي ما بتستحملش. انا واحد مثلا في المية بستحمل وعايش حياتي، والله العظيم ثلاثة انا بيحصل معايا حاجات كتير جدا صعبة، بس انا اللي مخليني قوي. بس قررت ان انت تعدي كل دوت وتنزل شغلك وتتعامل مع الناس عادي جدا. بتعامل مع الناس برغم ان في اصلا عملاء بتعاملني معاملة، انا عملاء كمان بتروح لهم؟ طبعا طبعا، ناس بتعامل معاهم معاملة بحس بيها، بس انا بثبت لهم يعني من احترامي وان انا في شغلي، وان انا داخل في شغلي بس، خارج في شغلي بس، وبعمل شغلانتي كويس، بيغير فكره. وانا عايز الناس ما تحكمش على حد من شكله ومن مظهره. اعرف الناس، اعرف الشخص لما تتعامل معاه وتعرفه كويس، انما ما تحكمش على حد من مجرد ما شفت كده، لان في ناس كتير بتحكم على الاشخاص بسبب شكلها، لبسها. يعني انتوا شايفين انا لابس النهارده عشان التصوير، انا بفتخر بلبس السباكه. يعني انا بمشي، يعني انا لما بدخل اماكن كده في ناس بحس ان هم بيتعاملوا على الناس بس بسبب الكرافتات والبدل. لا مش كده، القلب اهم حاجه، اللي في القلب وفي النيه وفي احنا من جوه ايه. طبعا يا احمد انت اشطر من الناس واحسن من الناس كتير. الحمد طبعا الحمد لله، وقناتي سباك الزقازيق، ومقدم اي حد بيطلب مني اي حاجه في السباكه برد عليه وبحب اساعده. انا كده من جوايا والله، الحمد يعني لله. يعني انت كمان متميز في شغلك كمان. الحمد لله، انا بحب، لان انا بحب السباكه جدا الحمد لله. وهدفي ان انا اكبر فيها. يعني انا عندي كذا حلم. اول حلم ان انا اكبر في محلي وانجح في شغلي. في شغلي السباكه، اكون واشيل شغل سباكه. مين بيساعدك في شغلك يا احمد؟ والدي. كل بعد ربنا سبحانه وتعالى الوالد، انا ربنا يبارك لي. هو اللي مساعدك في الطاقه الايجابيه اللي عندك دي؟ هو اللي جابني. انا نزلت هنا الشغل، بعد انا نزلت هنا الزقازيق من وانا عندي 12 سنه. بعد رحلتي بقى في طول طفولتي في المستشفيات. يعني انت اخذت رحله علاج طويله. طويله جدا. عمليات وعلاج. يعني اخر عمليه عاملها 2020، اخر عمليه 2019، عمليات بسبب غلطه في راسي. بس انا الحمد لله انا مش زعلان والله، انا هي غلطه. انت بطل يا احمد والله. بقول ان سبب ان غلطه عشان اعمل عمليه تاني. انا بحب شعري كل حاجه، بس الحمد لله برضو وما زعلتش والله. انا بدخل العمليات وما بزعلش، بحمد ربنا من ربنا فاكرني. لما الانسان حد بيديله هديه بيفرح ويكون تاجر من الفرح. صح. انا بعتبر اللي فيها ده من عند ربنا. يعني يا ريت الناس تبتعز وتعرف ان اي حد عنده اي ابتلاء تعرف ان ده فضل ونعمه من ربنا. انت لما اللي عنده حصانه بالحكومه بيكون طاير بيشوط في الناس. معلش انا بقى معايا حصانه من ربنا. انا معايا دي، انا قديم من عند ربنا. عايز تاني ربنا يكون فاكرني. انت عايز تاني، فانا عايز اقول لك اوعى تزعل من شيء كده والله، اوعى تعجل من شيء كده، وعيش حياتك واضحك وعيش حياتك. والمرض في العقل، والمرض في العقل تمام، وما تزعلش من اي حاجه. بس انا بقى انا زعلان بقى ان انا مش واخد حقي في بلد. انا باجي من الغم، من قريه كفر حجازي، مركز من الغم الزقازيق. باجي مشوار حوالي 18 كيلو، باجي افتح محلي وربنا ماشيها الحمد لله. يوم في شغل، يوم ما فيش، وشغال الحمد لله بس انا من اللي بشوفه على السوشيال ميديا، الناس اللي على السوشيال ميديا اللي بتظهر
وناس كتير مثلا يدعوهم يطلعوا معاهم في برامج وفي التلفزيون والكلام ده، هم عملوا ايه؟ انا عايز اعرف الناس دول عملوا ايه؟ حديد ده عمل ايه؟ بتاع الكشري ده عمل ايه؟ بتاع الكشري ده ما يقدرش يعيش يوم مكان امه. يعني محمد بتاع الكشري ده انا عايز اعرف يعيش يوم مكان امه. احنا اخترناك اهو يا احمد بقى عشان نصور معاك عشان انت بطل. نعم احنا اخترنا ان احنا نصور معاك اهو عشان انت بطل. الله يبارك لك، الله يبارك لك. انا عايز كل الاعلام وكل الناس اللي في الاعلام تبص للناس اللي زي حالاتي فعلا اللي مستحيه هي الدعم. احنا مش مستحقين دعم فلوس. انت عايز دعم معنوي مع كلنا. انا واحد، انا مش واحد، انا كتير. احمد مش واحد بس، ناس كتير جدا، ومش في مصر بس، في جميع الدول، في جميع الدول. واحنا محتاجين دعم. احنا الضحكة بتأثر معانا، النظرة بتأثر معانا، احنا حساسين جدا تمام. فانا عايز بقى، بس انت اكيد زي ما بتلاقي ناس بتتنمر بتشوف ناس ايجابيين وفي ناس بيقول لك كلام كويس. يعني انا نفسي بسبب اللي انا بشوفه على الفيسبوك، انا بعشق الفيسبوك بسبب لما بنزل منشور الدعوات والكلام الجميل اللي على الفيسبوك في الجروبات. انا مش عارف ليه في الجروبات بس اللي الكلام جميل في الجروبات بس، انما في الواقع فين؟ على الفيسبوك بس. انما في الواقع فين الجمال ده اللي احنا بنشوفه على السوشيال ميديا؟ نفسي اعرف الجمال اللي احنا بنشوفه على السوشيال ميديا ده فين؟ انا عايز اشوفه، وعايز اشوفه في الواقع. لان احنا مسلمين، واحنا ربنا كرمنا ان احنا مسلمين. ربنا سبحانه وتعالى لما بنضحك في وش حد بيدينا صدقه، الابتسامه صدقه في وش اخوك المسلم. فانا عايز بقى ايه؟ انت طول ما انت يا احمد جواك الطاقه الايجابيه دي والثقه في النفس دي، انت هتفرض على اي حد ان هو يحترمك، وتفرض على اي حد ان هو يثق فيك ويثق في شغلك. صح. يعني البدايه من عندك انت فعلا. صح. وانا نادرا لما بلاقي حد زيك كده، رغم ان اللي انت تعرضت له يعني عمليات ومرض وما عشتش طفولتك. بفضل ربنا واهلي واصحابي وقريه كفر الحجازي، الناس دي انا اتربيت في القريه دي، ما حسيتش باي تنمر ولا اي حاجه. هما لما بيشوفوني بصور مع حد في التلفزيون بيزعلوا، لان هما فاكرين ان انا بصور عشان الفوش. انا مش بصور، لا انا انت عشان انت طاقه ايجابيه تديها للشباب. عايز ادي طاقه ايجابيه للشباب. في شباب جدا كتير ما عندهاش اي مشاكل ولا بتشتغل، واهلها معلش كتير ما بيدرسوا، واهلها بيدوهم مصاريف وقاعدين ما بيشتغلوش، ومش عندهم في دماغهم حاجه ان هم يفكروا فيها عشان هدف، يفكروا فيه عشان يعملوا مشروع او عشان يعملوا حاجه مفيده لي قبل بلدي. انت مرضك يا احمد مش عطلك عن هدفك، مش عطلك عن طموحك. لا، انا عملت اكتر من عمليه وعطلني على الدراسه، بس انا رجعت للدراسه الدراسه 2008 2008 2009 رجعت، لا 2020 امتحان فهم الغرابي ثانيه ما شاء الله. يعني رجعت تاني للتعليم. ثالثه اعدادي وعبد الله فكري امتحان اولى تجاره والثانيه تجاره الترم ده، بس بفضل ربنا سبحانه تعالى ودكتور محمد صلاح مجاهد ده الله يبارك له، الراجل ده جنبي ما سابنيش، وهو له فضل عليا ان انا ارجع تاني. عايزينك تكمل بقى يا احمد وتكمل في التعليم ان شاء الله وترجع. انا مش هاممني ان انا اكمل في الدراسه في التعليم، انا عايز اكبر في مجالي، لان انا شايف نفسي انا بحب المجال ده. كل واحد يشوف المجال اللي هو شاطر فيه فين ويكمل فيه، عشان هتنجح فيه. لان انت بتحب حاجه هتنجح فيها، لما بتكون بتحب حاجه هتنجح فيها. اختار الحاجه اللي انت بتحبها، ما تشتغلش في المكان عشان خاطر الفلوس، اشتغل في المكان عشان خاطر انت عايز تنجح تكبر فيه. انا هدفي ان انا بحب المكان ده. انا لو مش بحب السباكه انا مش هشتغل في السباكه. فعشان تنجح في حاجه لازم تكون بحبها. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم اذا احب احد منكم عملا فليتقنه. انا بوجه رساله لكل الناس، اربط نيتك. اذا اصلح الكليه اصلح الارض. انت مش شرط تعمل الشغل احسن شغل، انت ممكن تعمل الشغل اقصى حاجه عندك، اقدم احسن ما عندي.
بقى اعمل اللي تعمله، اعمل لحد ما تجيب اخرك فيه، لحد ما تقدر عليه. انا بقى عايز ايه بقى؟ اثبت وجود حضرتك. انا عايز اطلع مع استاذ عمرو الليثي، انا واستاذه منى الشاذلي، هم عمالين يجيبوا حديده ويجيبوا برشامه ومش عارف ان شاء الله يا احمد توصل اللي انت عايزه ان شاء الله. ويجيبوا مش عارف، انا عايز اعرف انت شواجري ده، انا عايز افهم مين انت شواجري ده اللي انتوا، انا عايز افهم لا انت مثال يا احمد للشاب اللي عنده اراده فعلا. انا بجد، انا بجد عايز اتواصل مع استاذ ريهام سعيد، مع استاذ طارق علام، مع الناس دي. الناس دي انا احس، انا زعلان، انا زعلان الناس دي ما بتجيش تتكلم، بيتكلموا الناس اللي ما تستحقش دي. انا عايز افهم. لا انت يا احمد تستاهل بصراحه كل خير، انت فعلا مميز وعندك عادل امام جدا وربنا. انا بعشق عادل امام يعني، هو شغال دلوقتي، هو الممثل المفضل عندك. انت مرح يا احمد وبتحب الضحك وبتحب الهزار وبتحب الطاقه الايجابيه. يعني محمد صلاح برضه بيدينا طاقه. وانت فخر محافظه الشرقيه. انا بعشق الشرقيه، انا بعشق الشرقيه، انا بعشق الزقازيق. انا اتربيت في نادي الشرطه، انا اول ما جينا اشتغلنا في حي الزهور، اشتغلنا في المحل، اشتغلت، انا اتربيت في وسط نادي الشرطه. الله يمسيه بالخير ايمن بيه وسامح بيه طلحه وعمرو منظور باشا، الناس الجميله دول انا اتربيت في وسطهم، ناس جميله جدا. ربنا يبارك لك يا احمد. طاقه ايجابيه جدا برضو. واشتغلت في مستشفى المارينا، في وسط مستشفى المارينا دكتور عبد الله عبد السلام الله يرحمه، ودكتوره امال. يعني انت اشتغلت شغلانات كتير وفي الاخر لقيت نفسك وشغفك في السباكه. في السباكه. وعايزه اكمل، وانا مكمل في السباكه ان شاء الله توصل اللي انت عايزه. انا متعاقد مع عايز اتعاقد مع مثلا الكافيهات والقاعات والمستشفيات الخاصه في السيوله في السباكه. دي خطتك الجايه ان شاء الله. دي ان شاء الله انا شغال عليها. كويس. انا شغال عليها والحمد لله ربنا كرمني. والدي ان شاء الله للي انت عايزه. اللي مسك فيستيفال ومسكالي صيانه، قاعد فيستيفال ماسكها صيانه السباكه. تمام. وشغال، وانا شايف ان انا شغال وبعمل اللي عليا. انا عايز اي حد يعمل اللي عليه، يعمل اللي عليه وسيبها على سيب الباقي على ربنا. اسعى اسعى يا عبد وربنا معاك. معلش انا عايز اطلع بس مقوله بس عشان ناسيها، اشوفها بس بس شوف. ماشي يا احمد. بس واحده معلش. كن على ثقه انك شيء عظيم اوجده الله لهدف وغايه، وجعل فيك ما يميزك، فاعرف قيمتك جيد وانطلق الى طريق النجاح. حلو جدا. يعني بص، يعني ربنا له حكمه في كده، له حكمه. هو احنا هنختم اللايف على الجمله الجميله دي. الجمله الجميله دي. وأريد أكون طاقة إيجابية، وهدفي إن أكون طاقة إيجابية لكل شخص يشوفني، كل شخص يشوفني يتعز، يا ريت يتعز. الحمد لله. عمر، وحاجة تانية أنا هقول لك، عمر المرض ما كان في الشكل ولا في الجسم، حتى لو أنت معلش مرض في القلب وفي العقل فعلا، حتى لو أنت قاعد على كرسي مش بتمشي، عندك عقل هتعرف تشتغل. تمام. أهم حاجة تثق في الله، تثق في الله. وتحياتي لحضرتك. شكرا يا احمد. وحضرتك استاذه زهره، استاذه زهره ربنا يخليك. ومير ميديا، انا بحب الشريعه جدا، ربنا يخليك. تحياتي لكل اللي يشوفني، واتمنى فعلا ان انا اطلع بقى مع مين؟ عمرو الليثي. هتوصل يا احمد ان شاء الله كل اللي انت عايزه. لان انا عايز اوصل، انا عايزكم توصلوا صوتي، انا عايزكم توصلوا صوتي للشباب، انا عايز اوصل صوتي للشباب. انا شغال على التيك توك، صفحتي الموازي، انا عندي 50,000 متابع بس. صفحتك اسمها المميز. المميز على التيك توك، وبقدم محتويات عن الطاقه الايجابيه. واليوتيوب على برضو المميز، بنزل فيها سباك برضو شغل سباكه، وبتنزل حاجات عن الطاقه وعن الطاقه الايجابيه. انا شايف نفسي ان انا مش بضحك. اللي يعرف ان شاء الله يا احمد مفيش حاجه عند ربنا بتضيع، وارادتك وطاقتك الايجابيه دي مش هتروح هدر ابدا مهما بيحصل. عايز اقول لكل الناس برضه، مهما يكون الناس بتعامل معاك وحش، انت اتعامل بحسن النيه، على اتعامل بحسن النيه، لان انت لما بتتعامل بحسن النيه ونيتك صادقه، ربنا بيعاملنا بالنيه، مالكش دعوه بقى، مالكش دعوه، انت اتعامل بحسن النيه. حتى لو اللي انت بتتعامل معاه ما يستاهلش، مش يستاهل انك تتعامل بحسن نيه، انت مش عايز منه حاجه. شكرا يا احمد على رسالتك دي، وانا سعيده جدا بيك، وان شاء الله توصل لكل اللي انت عايزه. شكرا ليكم متابعينا، واستنونا في لايف جديد.